السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ رجعت وياكم بفيديو جديد مع لويس. حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم بها عن طريقة ربط الدروكسون هذا او اي دروكسون، يعني تقدر تربطه على الموبايل الخاص بك، وكل ما عليك ان تطبق الخطوات الموجودة بهذا الفيديو، وان شاء الله ما راح تواجه اي مشاكل. بهذه الحلقة راح تشوف شلون راح نربط هذا الدروكسون على الموبايل، وايضا نشرح على محاكي البي اس بي طريقة ربط هذا الدروكسون ايضا على محاكي البي اس بي. اذا انت حاب تربط الدروكسون الخاص بك على الموبايل فهذا الفيديو المثالي لك، فشاهد حلقتنا لهذا اليوم. راح اخليك سوي الفيديو، مشاهدة ممتعة. قبل لا أبدي بحلقتنا لهذا اليوم، لا تنسون دعمنا في القناة، اطلعي كومنت، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد مع لويس. طبعا شباب، بما أنه الدروكسون الخاص عنده حاليا ياخذ المنفذ الخاص بجهاز أو جوستيك بلاي ستيشن 2، فش نسوي بهذه الحالة؟ إذا أنت الدروكسون يعني مباشر يو اس بي، يعني مثلا بدل هذا يو اس بي بهذا الشكل، فمباشر تجيب له قطعه الاو تي جي وتربطه على الموبايل وتطبق الخطوات اللي راح اسويها اني. اما اذا الدروكسون الخاص بك نفس الدروكسون الموجود، يعني نفس هذا الدروكسون اللي عندي، فيراد لهذا التحويله راح تربط بهذا الشكل، وايضا راح تجي قطعه الاو تي جي راح تجي تربط بهذا الشكل بالجهاز بهذا الشكل، مثل ما جاي تشوفون راح تقعد عندك بهذا الشكل، ونقدر نلعب على العاب محاكيات، بس لازم تضبط الاعدادات. فهسه راح نجرب الدروكسون، ونجي ندوس على الزر الخاص بتشغيل الدروكسون، ومثل ما جاي تشوفون اشتغلت عندنا اناره باللون الاخضر، معناته الدروكسون اشتغل. من هنا شلون نتاكد؟ مثل ما جاي تشوفون نقدر نتحكم اذا الدروكسون شغال وما بي اي مشاكل. فبما انه حلقتنا اليوم راح نشرح بها عن طريقة ربط هذا الدروكسون على محاكي البي اس بي، فلازم اطبق الخطوات لان يحتاج شرح حتى نضبط الازرار الخاص بي ونربطه بشكل مباشر على محاكي البي اس بي. فسنتوجه على محاكي البي اس بي. هنا حاليا دخلنا على محاكي البي اس بي، ونتوجه للعبة اللي نريد نلعبها. هذه اللعبة اللي حملتها الخاصة بسباق السيارات، اللي راح اشرح لكم من خلالها شلون راح نربط الدروكسون ونضبط الازرار الخاصة بهذا الدروكسون او اي دروكسون. نفس ما قلت لكم، يعني نقدر تسوي نفس الخطوات حتى تربط بشكل مباشر. شوف هسه مثلا هنا انا اقدر اتحكم به، راح انزل مثل ما جاي تشوفون هسه بصورة طبيعية، ادوس على زر الاكس مثل ما جاي تشوفون، يعني الازرار بعد ما مربوطة فلازم نربطها يدوي. تروح على الاعدادات، تروح على التحكم، تروح على تخطيط التحكم، هذا تخطيط التحكم تختارها هنا، راح تلقاها بهذا الشكل. انت شو تسوي؟ تطيه ضبط تلقائي. اول بداية نجرب ضبط تلقائي، اذا ضبطت يعني على التلقائي يعني الامور طيبة، واذا ما ضبطت على التلقائي فلازم نضبط الازرار بشكل يدوي، يعني احنا نسويهن. فسنتوجه على الضبط تلقائي ونطيه على هذا الدروكسون. هسه نتوجه نطيه على رجوع رجوع، وندخل على اللعبة. مثل ما جاي تشوفون ماكو اي استجابة، اذا لازم نربطها بشكل يدوي. فش نسوي؟ تروح ايضا كذلك على الاعدادات، وتروح على التحكم، وتروح على تخطيط التحكم. هنا شو تسوي؟ اطي اخلاء الكل، راح نمسحن كلهن، راح نسوي احنا اللي نحتاجهن، تمام؟ تطيه اخلاء الكل بعد ما نحتاج كلها، راح تطيه على هذين الازرار عندك. هو اول شيء الاتجاه الاعلى، اتجاه الاعلى عندك، الداون اسفل، الليفت يسار، والرايت يمين. عندك الدائره، دوس دائره، انا عندي هنا بالاسفل الدائره. عندك الاكس، هذا الاكس، عندك المربع، هذا المربع، والمثلث بالاسفل صاير، المهم المثلث مانداس، هذا المثلث. عندك الستارت، هذا الستارت، سيلكت، هذا السيلكت، ال L1، هذا ال L1 موجود عندي هنا، والR1، هذا الR1،
بعد ايش عندك؟ هذا الخاص بالجير، هذا بمن راح نحتاجه؟ راح نحتاجه من خلال سباق السيارات نتحكم، يعني من هنا من تسوي هيك راح يتحكم. فش نسوي؟ راح بدال عندك الاعلى عوف ما نحتاجه، بما انه سباق سيارات فيعني ما يحتاج الاتجاه الامام، فلا يحتاج الاتجاه اليسار واليمين. فش تسوي؟ تضغط على هذا الخاص بالليفت اللي هو اليسار من هنا. شو تسوي؟ بس بالدركسون تسوي هيك، تمام. عندك الرايت كذلك، بس بالدركسون تسوي له هيك. هذه الخطوات تسويها وان شاء الله ما راح تواجه اي مشاكل. بالنسبه للقطعه هذه الثانيه، اذا حاب تمشي يعني من خلالها، يعني من هنا تدوس بريك وبنزين، فش تسوي؟ تروح بشكل مباشر بدل ما تخلي الاكس هنا، فلا شو تسوي؟ تضغط على الاكس وتدوس على زر البنزين اللي هو هذا زر البنزين، مثل ما جاي تشوفون تحول هسه الاكس من هنا من هذه القطعه الدركسون الى القطعه الثانيه اللي هي خاصه بالبنزين. واذا البريك صاير من خلال المربع، هذا المربع، فش نسوي؟ راح نسحب من هذا المربع نخليه هنا. فش تسوي؟ تضغط على زر المربع وهنا تطيه على هذا الزر الخاص بالمربع، مثل ما جاي تشوفون هذا صار بريك حاليا. هسه شو نسوي؟ نطلع نطير رجوع، نطير رجوع ونتوجه على اكمال هنا. بما انه احنا سوينا الخطوات فهسه ندوس على الاكس هنا، فتحت عندك دائرة بالاسفل، هنا بدأت تفتح اللعبة. ستارت، راح امشي بشكل سريع. مثل ما جاي تشوفون بدا السباق، فهسه احنا راح نمشي من خلال هذا البنزين، وايضا راح نستدار من خلال الدركسون. فهسه شو نسوي؟ نقول بسم الله وتابع وياي. طبعا شباب مثل ما شفتوا يعني استجاب الدركسون. هسه اذا ندوس القطعه الثانيه، هذا اللي احنا سويناها مربع فراح يرجع للخلف، وعندك هذا البنزين من الدوسه فراح يمشي للامام، وهذا الدركسون هسه مثلا راح نرجع مثل ما جاي تشوفون اكو استجابه وما نواجه اي مشاكل. هنا نمشي بنزين مثل ما جاي تشوفون، يعني ما نواجه اي مشاكل، بس كل ما عليك ان نطبق الخطوات اللي سويتها اني. احتمال اكو العاب يعني ما تدعم هيك شيء، مثل ما جاي تشوفون يعني هسه جاي اقدر اتحكم بيه من خلال الدركسون، بس شويه الدركسون لين بعيد عليه فما اسيطر، بس هو كاستجابه سريعه مثل ما جاي تشوفون. مثل ما جاي تشوفون شلون هسه حاليا سيطرنا بان الدركسون اشتغل وما نواجه اي مشاكل. هذا بالنسبة اذا ربط على محاكي البي اس بي، فكل ما عليك ان اطبق الخطوات اللي سويتها حاليا اني، وان شاء الله ما راح تواجه اي مشاكل. ما جاي تشوفون حاليا بس يراد واحد يتعود على الدركسون حتى ما يواجه اي مشاكل. طبعا اللي بعض الاشخاص خاف مثلا ما افتهم الفكره مال هذا الربط، فش تسوي؟ من تروح على الاعدادات على التحكم تخطيط التحكم هنا، نفس ما قلت لكم هذن ما نحتاجن بسباق السيارات، لان سباق السيارات يعني يحتاج بالدركسون، يعني ما يحتاج اتجاه الامام نفس ما شرحت لكم، يعني يحتاج فقط الزر اليمين واليسار اللي هن يعني من تستدير بالدركسون، فالامام والخلف ما يحتاج لان خليناها هنا بالبنزين والبريك.
ان شاء الله هالشرح واضح وما تواجهون اي مشاكل. اكتبوا لي بالتعليقات اذا واجهتوا اي مشكله، وان شاء الله ارد عليكم باقرب وقت. ولهنا وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، وان شاء الله تنال اعجابكم، وانتظرونا في حلقات قادمه. ولا تنسوا دعمنا في القناه، حط لايك كومنت، اشترك بالقناه وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. مع لويس، في امان الله.